لو سألت الجميع نعم من ضمنهم السادة المشاهدين والسادة المشاهدات وانتم أيضا، بسألك السؤال، كيف الآن أنا أعزز عندي قوة فن اتخاذ القرار؟ أقول لك نحتاج بعض الأشياء. من الأشياء هذه اسأل نفسك سؤال، قبل 10 سنوات من هذا اليوم أين كنت؟ مع من كنت؟ كيف كانت حالتك ونفسيتك في ذاك الوقت؟ ما هي كانت طموحاتك في ذاك الوقت؟ بل الأهم من هذا أنك تسأل نفسك سؤال تقول 10 سنوات الجاية كيف راح تكون؟ نردد يا أخوان على الأذان ونرجع للموضوع. بس بشوفك أنت متابع ولا لا تنسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.